ازيكم يا جماعة؟ وي حلقة جديدة من كورنتين مع وي، والنهاردة وي دخلتنا بيت علولو علولو. وينو علي معلول؟ دخلتنا بيت كابتن علي معلول. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير يا حبيبي، عامل ايه؟ صباح الفل. انا سامع انك لسه ناقل في البيت الجديد ده ومع الحظر وبتاع، فالدنيا ايه يعني ملعبكة شوية؟ نستغل شويه الكورونا الوقت والفرصه، نغير شويه، فلسه نايل البيت الجديد ان شاء الله. طيب كابتن علي، احنا عايزين نعرف الدريم تيم بتاع وي بتاعك، يعني الدريم تيم احسن 11 بتوع كابتن علي معلول، بس احنا المره دي عايزين نعرف الدريم تيم اللي بيلعبوا دلوقتي، احسن 11 عند كابتن علي معلول بيلعبوا في العالم دلوقتي. تمام، العالم. خلينا نقول في حراسه المرمى نافاز. ماشي. طيب لو هنقول رايت باك كارفخال. انت مدريد يا كابتن؟ اكيد. اوكي ماشي، كارفخال. طيب اتنين سنتر باكس مساكين، راموس فان دايك. طيب ادي فان دايك وادي راموس، ما اكيد لازم يبقوا موجودين. موجودين ده ناس كتيره بتختاره. طيب نيجي بقى للليفت باك. طبعا انا ما ينفعش اخليك تختار ليفت باك واحد، انا هخليك تختار كذا، هخليك تختار ثلاثة ليفت باك. اول واحد مارسيلو، تانيين روبرتسون بتاع ليفربول. روبرتسون ليفربول، ماشي. ومين التالت؟ البا. في جوردي البا، لسه كنت هقول لك جوردي البا. ماشي، مع اني ما بحبهمش يعني. طيب نص الملعب هنلعب باثنين، عايز تلعب باثنين نمره 8 نمره 10 نمره 6 زي ما انت عايز. اتنين اتنين ست. ماشي. مين؟ اتنين تمانية ستة زي ما انت عايز. زي ايه اللي انت عايزه؟ كازيميرو. والله العظيم انا عارف انك هتختاره. والله مدريدي اصيل شكلك يا كابتن. ماشي، كازيميرو. واللي جنبه مودريتش. مودريتش، ماشي. اوكي، عندنا بقى ليفت وينج ورايت وينج او الليفت هاف زي ما انت عايز، ورايت هاف، واثنين مهاجمين او مهاجم واحد برضو اللي قدام ده زي ما انت عايز. انا هلعب ب10 مهاجم. اوكي ماشي، يبقى نيمار شمال. نيمار شمال، اوكي. ومبابي يمين. ومبابي يمين، اوكي. ميسي 10. ميسي، اوكي. وكريستيانو رونالدو وكريستيانو قدام. ماشي. طيب كابتن علي، انا عندي ليك مفاجاه، ان احنا ورا كل كارت من دول في حكم، انت اللي اخترت اللعيبه دي مش انا اللي اخترت، فاحنا هنشوف بشكل احسن لعيبه. انت هتديني احسن حكم ولا لا؟ انت اللي اخترت اللعيبه، فهنشوف الحكام اللي وراها. طبعا عشان احنا الحارس هو لعيب واحد، يعني مركز في الخط هو الحارس واحد، فهنشوف ايه كده كده الحكم اللي وراه. طيب الحكم بتاع كيلور نافاس. طيب عايزين يا كابتن، هل عندك في البيت اي آلة موسيقية، اي بيانو، اورج، جيتار، كمانجا، اي حاجة بتقدر تعزف بيها؟ انا لسه جديد، بس ممكن نلاقي اي حاجه كده. لو في حاجه كده مع العزال شوف لنا كده. في عود هنا جنبي. هات العود اهو. ايه ده؟ اوكي ده جيتار. تمام، حلو قوي. طب بتعرف تعزف عليه يا كابتن ولا جابه منظره؟ دي جايبه ديكور صح؟ لا هو موجود اصلا، انا ما جبتوش. هو موجود مع الشقه. لو عايزين يا كابتن ايه اكنك بتعزف عليه كده وتغني لنا ايه بقى؟ الله الله يا بابا وسلام على، ادينا حته كده. والله الله يا بابا وسلام عليك، يا بابا سيدي يا بابا. بس انا بقيتها ايه؟ قلنا بقيتها ايه؟ طب بقيتها ايه؟ لا بس كده حلو. ماشي، خط الدفاع عندك كارفخال، فان دايك، راموس، او كارت من الثلاثه الليفت باكس اللي اخترناه. اختار مارسيلو طبعا. مارسيلو. طب مارسيلو ولا روبرتو كارلوس بقى بالمره؟ مارسيلو ولا روبرتو كارلوس؟ مارسيلو ولا روبرتو كارلوس؟ لا مارسيلو. طيب هي دي حاجه، هي لعبه، واحنا طبعا عشان معانا كابتن علي معلول فممكن نظبط اللعبه دي على كابتن علي معلول. نظبطها ازاي؟ انا عايزك يا كابتن تقول انت اسم حاجات بالتونسي
ممكن تكون لنا كمصريين مش مفهومه قوي، وانا هحاول اخمن ايه هي. شنو الاحوال؟ شنو الاحوال يعني عامل ايه؟ ماشي سهله دي، قلت لك حاجات صعبه بس مش حاسس. شفت بقى انا اصحابي ده منسى عجيبك على طول. وين مش نمشي وتاو؟ طب قولها تاني دي كده. قولها تاني. وين مش نمشي وتاو؟ انا حاسس انت بتقول انا مش ناوي اطول او حاجه كده. او لا لا امال ايه بقى انتوا ليه؟ قلت لك مش وين مش نمشي وتاو يعني وين رايحين دلوقتي؟ وين رايح؟ ماشي اوكي كده واحد ماشي. واحد ماشي. شنو هي طيب تنا ناكله؟ شنيه طيب تنا ناكله؟ يعني هي دي بقى اللي عاملين لنا ايه على الغداء، او عاملين لنا ايه اكل حلو صح؟ انا بسهل لك. تضحك عليا، شفت بالجامعه عشان اتخفل بس جبتك يا كابتن. اوكي كده 2-2 واخر واحده هي الفيصل. ماشي جيب لي السبادر بتاعي من الغدا. اوبا اوبا اديني لحظه بقى اوبا. معلش قولها تاني، قولها تاني بس بالراحه. لا لا هي مره واحده، هي مره واحده. طيب انت قلت جيب دي يعني هات تمام، وفي الاخر قلت يا غد يا غدر، اكيد ما قلتش غدر، انت قلت غد يعني بكره. هتعمل ايه بكره الشغل ولا هتعمل ايه بكره حاجه كده؟ لا قلت لك روح جيب الجزمه بتاعتي الجديده من هناك. طيب تمام كده انت كسبت. ماشي نص الملعب عندنا مودريتش وكازيميرو. مودريتش مودريتش اوكي يا معلم الله سؤال سهل. طيب مودريتش عايزين يا كابتن لان انا كنت طلبت منك انك تحضر لنا كور وكوبايات فاضيه، فعايزين نلعب اللعبه دي اللي هي بتبقى كور وتحاول انك تحدفها جوه ايه الكوبايات الفاضيه من بعيد، فادي التليفون كده لحد وعايزينك تحدف 5 كور، لو حطيت 3 انت كده ايه العب عرضيات بس بايدك بقى. يعني ايه عرضيات بايدي في الميه؟ بايدك في الميه. ودي اول عرضيه اوبا، وتاني واحده اوبا، وتالت واحده ودخلت والله اوبا. الله حط 2، حط 2 يا جماعه. شفتها دي؟ شفتها دي ولا لا؟ فاضل لك واحده، فاضل لك واحده. فاضل لك واحده. ها استنى بس اهي. الله الله يا كابتن الله. طيب هنقول خط الهجوم عندنا نيمار ميسي مبابي ورونالدو. رونالدو رونالدو ماشي. طب ده سهل خالص، ده رونالدو ده حاجه لذيذه جدا. ده بص يا كابتن احنا عايزينك تخش المطبخ وتثبت التليفون كده، وعايزين يا كابتن تقول لنا مقادير اكله تونسي بس اكنه برنامج طبخ تونسي. انا هتصل بيك على الهواء. الو ايوه يا شيف معلول. يشوف معانا على التليفون وهيدينا مقادير ايه؟ مقادير الطبخ. كابتن علي معلول باش أيوة باش نعرف طريقه، باش نعرف طريقه ايه بقى؟ اقول لي طريقه الايه اكله ايه بقى؟ لا انا الصراحه في رمضان بحب سلطه مشويه. ايه دي بقى؟ عشان سلطه مشويه؟ سلطه مشويه فعلا؟ دي بس دي سلطه تاخد الفلفل وبصل وطماطم وتحطهم بقى على البوتاجاز لغايه ما يتشوا يبقوا مشويين كده، وتاخد تقطعهم وبالبتاع دي اسمها ايه العصاره دي تعصرهم كويس. ايوه وتحط عليهم بقى ايه شويه هريسه كده شويه. الله بص هو احلى حاجه الشوايه اللي بتعملهم في الاول دول والله العظيم. ما هي دي بس مش كده. بص يا كابتن احنا عندنا تحدي وي. ايه تحدي وي؟ انك يا كابتن هتنطق الكوره واحنا هنعد لك تايم، لكن وانت بتنطق الكوره لازم تكون بتحكي عن اللي بيحصل في يومك من ساعه ما بتصحى لحد ما بتنام. والله يوسف انا بقوم الساعه 3 ايوه نلعب مع ولدي ايوه لغايه الساعه 5 اروح تمرين شويه في البيت. شايفه نتسحروا ونمشيوا نرقدوا. الله حلو الحركات دي، اديني في الحركات عاش والله. طيب كابتن علي قبل ما نقفل تباصي تحدي ويدا بقى لمين؟ باصي التحدي لمين؟ 2 زوز. مين بقى؟ مين؟ الشناوي الشناوي وحسين الشحات.
وحسين الشحات. ماشي يا كابتن. كابتن انا انبسطت جدا والله. كل سنه طيب ورمضان كريم عليك وعلى اهلك. ان شاء الله رمضان كريم وربنا يشيل علينا الوباء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا كابتن. حبيبي يا كابتن حبيبي. سلام يا كابتن. سلام. استنونا يا جماعه الحلقه الجايه مع نجم جديد ولعيب جديد في كورنتين مع وي. والسلام عليكم.